القريش الفلاحي بسم الله مقاديرها ايه بقى؟ كيلو دقيق، معلقه كبيره شمر، معلقه كبيره ينسون، مطحونين حمصيهم الاول في الطاسه كده من غير اي ماده دهنيه ولا اي حاجه، وبعدين حطيهم على بعض حتى في مطحنه الخلاط واطحنيهم كده، بيدوا ريحه حلوه قوي. رشه ملح، معلقتين كبار سمسم، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره لبن باودر، ومعلقه صغيره ريحه كحك، كوبايه سمنه، كوبايه زيت، وفي الاخر هنلم الكلام ده كله بكوبايتين لبن دافي، وهطر العجينه في الاخر بربع كوبايه ميه دافيه، وهتشوفوا ملمس العجينه وقوامها هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. نقول كمان كيلو دقيق هيبقى عليه معلقه كبيره شمر، معلقه كبيره ينسون، وهياخد معلقه صغيره ريحه كحك، كمان معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، ومعلقه كبيره لبن بودر، ومعلقتين سمسم، كوبايه سمنه، كوبايه زيت، وهنلم العجينه بكوبايتين لبن، وفي الاخر خالص هنطريها بربع كوبايه ميه دافيه. دي كده المقادير بتاعتنا. الطريقه بقى اسهل مليون مره كمان من المقادير، حاجه كده يعني ايه من الاخر. زي ما اتفقنا هنعجنها على ايدينا بمنتهى البساطه، بتدي نتيجه حلوه جدا جدا، العجينه كمان بتبقى طريه جدا جدا زي ما هتشوفوا.